بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الأكارم، لازلنا نغوص في بحور التاريخ لنستخرج درر الحركاتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث من خلال أبحاثكم القيمة. ولا يسعنا في بداية هذه الجلسة إلا أن نرحب بالمفكر العربي المعروف الأستاذ إبراهيم العجلوني. سيكون محور هذه الجلسة التاريخ ودراسات الحضارة والنظم والتراث الإسلامي. نبتدئ بالبحث الموسوم التطورات في النظم العمرانية للأسواق في المدينة الإسلامية خلال الفترة العثمانية الموصل نموذجا للأستاذ الباحث مازن جابر عمر النعمة، وهو أستاذ في كلية الهندسة تخصص تخطيط حضري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد من كلمة شكر وامتنان الحقيقة لهيئة علماء المسلمين في العراق والأخوة القائمين على هذا المؤتمر المبارك، والحقيقة لأن البحث اللي تقدمنا به تحت شعار هذا المحور هو بحث هندسي تاريخي ويخص مدينة الموصل، فلابد كما يقول أهل البلاغة لكل مقام مقال، وما دمنا نحن في مقام حضور العلماء والمفكرين والأدباء الأجلاء فاسمحوا لي بمقدمة وجيزة قبل إلقاء هذا البحث الهندسي التاريخي. فالعلماء أنواع ثلاثة، وهذا ليس على سبيل الحصر: علماء الله تعالى لحفظ الأديان، والأطباء علماء لحفظ الأبدان، والمهندسين والمخططين علماء لحفظ العمران. بحثنا عنوانه التطورات في النظم العمرانية للأسواق في المدينة الإسلامية خلال الفترة العثمانية الموصل نموذجا، دراسة معمارية تاريخية عن أسواق مدينة الموصل. ويشترك معي في هذا البحث الأستاذ ممتاز حازم الديوشي، وزميلي الدكتور أيضا الحاضر في القاعة الدكتور عماد هاني العلاف. ونبدأ بنظرة شاملة على البحث الذي يتشكل من المقدمة، وطبعاً إحنا مهندسين نعتمد لغة الرسومات والمخططات، فربما النسبة كبيرة من السلايدات راح تكون أمامكم في على الشاشتين اليمين واليسار. فيتشكل البحث الحقيقة من المقدمة، والمحاور الرئيسية فيه التطور التاريخي لأسواق مدينة الموصل. الفقرة الثانية والمحور الثاني علاقة أسواق الموصل بالمسجد الجامع. المحور الثالث تخصص منطقة السوق للوظيفة التجارية الخالصة. المحور الرابع التخصص الحرفي والسلعي. والمحور الخامس البنية التركيبية لأسواق الموصل خلال الفترة العثمانية، وأهم الأنماط البنائية التجارية التي عرفت في ذلك الوقت. ثم نختم البحث بالفقرة الاستنتاجات. الحقيقة التجارة كان لها دور مهم في نشوء وتطور المدن في كل الحضارات، وساهمت الوظيفة التجارية بشكل فعال ابتداء بتحويل نمط الاستيطان من نمط مبعثر إلى نمط متجمع. هذه الفعالية كان لها دور مهم في نشوء المدينة الإسلامية، وتوافق ذلك مع ما أولته مبادئ الإسلام من احترام للتجارة. وقد تمثلت الوظيفة التجارية في المدينة الإسلامية كما هو معروف بالأسواق الذي هو مكان التقاء التجار والحرفيين والمستهلكين. هذه الأسواق أخذت أشكالاً وأنماطاً متعددة، ومثل ما ذكرنا أخذنا مدينة الموصل كأحد نماذج التي تعد فيها الأسواق إرثاً معمارياً يستحق الدراسة والتحليل. نشأة وتكوين أسواق الموصل، ما قامت عليه المدن الإسلامية والمدن العربية الإسلامية إبان الفتح الإسلامي أنها تم تخطيطها وفق لمبادئ
إسلامية حقيقة جاءت بها الشريعة الإسلامية. ثم بعد الفتح الإسلامي كما هو معروف توالت فترات الحضارتين العباسية والأموية وصولا إلى الفترة العثمانية التي البحث بصدد دراستها. راح نلاحظ هناك تطور واضح وجذري في المنظومة العمرانية لأسواق مدينة الموصل حالها حال المدن العربية الإسلامية الأخرى. أهمية الأسواق في المدينة الإسلامية كمكون أساسي للمدينة. في المدينة الإسلامية كان للتجارة دور فعال ومتميز عززه احترام الدين الإسلامي لهذا النشاط ولما يمثله من جانب فعال في تنمية المجتمع وتوفير فرص العمل وأيضا مبدأ تنمية المال الذي هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية. وعموما يمكن القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول من قام باختيار موقع السوق مجاورا للمسجد، واعتمد هذا الموقع في جميع مدن الأمصار الثلاثة، الأمصار التي أنشئت مع الفتح الإسلامي، الكوفة والبصرة والفسطاط وإلى آخره. والحقيقة من المبادئ الأخرى، المبدأ الأول الذي حكم الأسواق من حيث التأسيس أو التأصيل الإسلامي مثل ما ذكرنا، المنفعة في حفظ المال ومساعدة التجار والحرفيين على تنمية المال، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني أيضا كان مؤثر جدا حتى في بعض الخصائص اللي ذكرناها مثل مبدأ تخصص الأسواق وغيرها، وهو مبدأ لا ضرر ولا ضرار. وأحيانا بعض الفقهاء كانوا أيضا يقيسون ما كان يجري في الأسواق. تعرفون أول بداية الأسواق كانت أرض مفتوحة، فمن سبق من أصحاب السوق إلى الموقع الجيد يأخذ محله، فلا ينازعه فيه أخوه الآخر. وقاسوا ذلك على مبدأ الصلاة، من تقدم إلى المسجد فوجد الصف الأول فارغا فهو أحق به من الآخر. فلذلك هناك الحقيقة أسس لطيفة وجميلة جدا، وتطرق لها ربما في غير هذا المجال باحثون أشبعوها بحثا وتأصيلا. فإذا الحقيقة قامت الأسواق على مبادئ مرتبطة أساسا مثل المبدأ اللي ذكرناه، الحديث العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. نرجع إلى فقرة التطور التاريخي لأسواق الموصل. بعد الفتح الإسلامي سنة 16 هجرية أشر الفتح الإسلامي للموصل بداية مرحلة جديدة في تاريخ المدينة، فأعيد تخطيطها وفقا للمبادئ التخطيطية للمدينة الإسلامية. فشيد المسجد الجامع ودار الإمارة، ثم اختطت الأسواق بالقرب منهما. هذه الأسواق التي أوردت ذكرها المصادر التاريخية مثل سوق الشعارين وسوق القتابين وسوق السراجين وسوق الحشيش وإلى آخره. واستمر تطور السوق الموصلية في عهد الخلافتين الأموية والعباسية، وعدت الموصل إبان الفترة الأتابكية واحدة من أهم المراكز التجارية، فقد تعددت فيها المباني التجارية المختلفة من أسواق وخانات وقيصريات. وأوردت المصادر وما جاء في كتب الرحالات أوصافاً باهرة للأسواق واتساع نشاطها التجاري. على سبيل المثال هذا المخطط تشوفوه أمامكم حقيقة، إذا نعم أنا راح أحاول أشر اللي يشوف هذه. هذه منطقة اسمها منطقة الميدان في الموصل، وهنا المنطقة اللي ده أشر عليها تشوفون جسر ونهر دجلة، هذه حافة نهر دجلة وهذا الجسر، وهذه منطقة الدراسة الحقيقة في مدينة الموصل. مثل ما تشوفون هنالك هاي المنطقة أصبحت تجارية بحتة، وهي ما المنطقة المعروفة لدى الموصل بمنطقة السراي، منطقة السراي، ثم بعدين جاء شارع نينوى الذي اختط بشكل استقامة لحركة المركبات. هذه المنطقة بالواقع هي خارج أسوار الموصل القديمة، خارج أسوار الموصل القديمة، وسنرى التطور كيف تحولت موقع الأسوار من داخل المدينة ثم إلى موقع آخر، ثم أصبح موقعها أخيرا في هذا الموقع الذي ترونه. تغير موقع أسواق الموصل. الموقع الأول الحقيقة هذه المنطقة المؤشرة برقم واحد، هذه لحد الآن هنالك جامع الأموي الذي تأسست عليه الموصل، المسجد الجامع، ويسمى الآن عندنا مسجد المصفي.
فكان هذا هو موقع الأسواق قريب على المسجد الجامع. ثم في فترة الحكم الأخرى في أيام عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي أنشئ الجامع النوري، فانتقل موقع الأسواق إلى مثل ما تشوفون إلى رقم 2، هذا موقع الجامع النوري. ثم في مع نهاية الفترة العثمانية ونشوء الحكم الوطني في العراق أصبح تحول هائل إلى السوق، إلى المركز اللي هي منطقة بحث الدراسة كانت اللي هي رقم 3، هذه المنطقة اللي قبل شوية رأيناكم إياها على حافة نهر دجلة وهي خارج أسوار المدينة. فإذا 3 مواقع تحولت فيها التركز العالي للمنطقة التجارية وأسواق المدينة، الفعالية التجارية لمدينة الموصل. هذه الجامع النوري اللي تعتبر من أعظم إنجازات أو أكبر إنجازات العمرانية خلال الفترة الأتابكية هو بناء الجامع النوري ومسجد الحدباء. بالمنطقة اللي امتدت إلها من يعني شوفون نهر دجلة أمامكم بالصورة، امتدت من المنطقة اللي أنا دا أشر عليها إلى مسجد هو الحقيقة اسمه تاريخيا الجامع المجاهدي، ويسمى لفترات طويلة عندنا في الموصل يسمى مسجد الخضر عليه السلام. هذه المنطقة هي اللي أصبحت منطقة مكتظة. نعم، علاقة أسواق الموصل بالمسجد الجامع، الحقيقة وسطية المسجد في تخطيط المدينة الإسلامية نابعة أصلاً من مفهوم وظيفي إسلامي مرتبط بوظيفة المسجد الجامع، باعتباره تكويناً معمارياً رئيساً يتوجه إليه الجميع من يؤدي الصلاة الجامعة، وباعتباره تكويناً معمارياً رئيساً حتى عد علماً واضحاً وقريباً من كل أطراف المدينة، وسطيته واضحة في تكوينات المدينة الأخرى الظاهرية. وكان الحقيقة في أول تخطيط للمدن كالمدينة المدورة في بغداد وغيرها كان المسجد الجامع يجاور مقر السلطان أو الحاكم، ولذلك الآن راح نشوف الدراسة التركيبية تدرس العلاقة بين المسجد الجامع ودار الحاكم أو السلطان، تدرس العلاقة بين الأسواق والمسجد الجامع، تدرس العلاقة بين الأسواق ودار الحاكم وهكذا. هذه الصور الأمامكم أيضا صورة للموصل يظهر فيها دار الإمارة مع قريبة إلى جامع المدينة. أما في الصورة اللي فيها النسيج الحضري تجدون هذا هو موقع المسجد النوري الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. طيب، بالنسبة إلى بعض الباحثين، حقيقة أنا يمكن هالفقرة شوية راح أختصرها لأنه بعض الباحثين دخلوا في مسألة أي التراكيب أول، هل هو المسجد الجامع، هل هي دار الإمارة، تحلقت الأسواق حولها. فعندنا بعض المستشرقين مثل جورج مارسيه أشار إلى السوق بوصفه مركزا للحياة التجارية واقع حول المسجد الجامع، ثم اعتبر أن الأسواق تتدرج خروجا من المنطقة المركزية باتجاه البوابات. فون كرومباون المستشرق الألماني أورد نفس هذا التدرج في مقالته تركيب المدينة الإسلامية، مؤكدا على المسجد الجامع بصفته نواة المركز الاقتصادي والاجتماعي للسوق، ويعتبر هذه ظاهرة عامة في كل المدن العربية والإسلامية. بالنسبة إلى الباحثة إليانور سيمس، لها دراسة عن عمارة الأبنية التجارية الإسلامية وقامت بالتأكيد على هذه العلاقة، وهي تعد المسجد الجامع مشابها وظيفيا للأغورا الإغريقية. كانت هناك في المدينة الإغريقية ساحة مركزية تسمى بالأغورا، فهي تقارن هذه بتلك. يوجين فيرث الألماني له رأي مخالف، يقول من النادر أن يكون القرب من المسجد الجامع ذا قيمة في التقييم المكاني. الحقيقة ربما هو كونه يعني غير مسلم احنا ربما لا نتفق معه، ولكن هذا هو رأي الباحث. يقول ولكن كثافة واتجاه تيارات المشاهد تتخذ دورا حاسما بالنسبة لتمييز الأماكن، ونتيجة لذلك فإن التنظيم المكاني في السوق هو في أغلب الحالات نتيجة للقوى الاقتصادية، هو يعزوها للقوى الاقتصادية، ولكن تتحدد بعض الأماكن المتطرفة، يقصد المتطرفة البعيدة عن المركز، أيضا بواسطة عوامل من أهمها كما هو يرى
الحرف ذات الإزعاج بسبب الرائحة أو الضوضاء أو خطر الحريق. إحنا بالنسبة لنا نعرف يقينا أنه وجود المسجد الجامع أو وجود مسجد في السوق هذه مسألة طبيعية مرتبطة بحاجة التجار والناس حين ما يأتي وقت صلاة الظهر والعصر وإلى آخره أن يكون هناك مسجد لأداء الصلوات الخمسة، هو يعزوها للعامل الاقتصادي. الأستاذ هاشم الجنابي يرى أيضا أنه بعض المدارس قامت بدور المسجد الجامع واعتبر أن المدرسة المستنصرية التي أنشئت في رصافة بغداد الحقيقة تركز حولها السوق في مدينة بغداد، وهذا يدل على أنه ممكن للمدرسة أو لمنشآت أخرى أن تقوم بدور مشابه لدور الجامع كمركز اقتصادي واجتماعي وتلتف حوله الأسواق. ظاهرة انتشار الأسواق بعيدا عن المسجد الجامع في الموصل، نشأت الأسواق كما رأينا داخل أول مرة داخل أسوار المدينة، وهذا لا يعني أنه خارج أسوار المدينة لم تكن هنالك مواقع لبعض الفعاليات التجارية، وهذا ثابت عندنا في كتب التخطيط الحضري أو التاريخ الحضري. نعم، فهنالك ارتباط بين مقر السلطة الحاكمة بين المسجد الجامع وبين النشاط الاقتصادي. نعم، في فترة السيطرة المغولية كان مقر السلطة قرب الجامع النوري وهو ما يعرف بالحصن، وكان المركز التجاري قريبا منه. وفي فترة الحكم العثماني انتقل مقر السلطة إلى القلعة الداخلية سموها إيش قلعة عندنا في الموصل، ورافق ذلك انتقال المركز التجاري إلى منطقة باب الجسر. من يقول باب الجسر معناته تطلع خارج إيش، خارج أسوار المدينة، وهذا ما يعده أندريا ريمون حالة خاصة ومتميزة بالموصل. إن الاحتفاظ بهذه الخصائص الفريدة ضمن بنية المدينة تعزز الرأي القائل بمرونة الدين الإسلامي في تعاطيه مع الحضارات والثقافات المتنوعة طالما لم تكن هناك اختلاف أو تعارض أو إحداث ضرر ما، فطالما لم يكن هناك اختلاف أو تعارض مع ما يطرحه الإسلام كفكر حضاري هدفه الإنسان بالدرجة الأساس. وكون عملية تخطيط المدينة وتنظيمها يعتمد أسلوب توزيع الاستعمالات والفعاليات الحضرية ضمن مجموعة من العمليات المعقدة والمتراكبة والمرتبطة بكثير من المعطيات والمتغيرات، يتضح معها مدى سعة أفق ومرونة التعاليم الإسلامية في مواكبة هذه العملية. على سبيل المثال الآن راح نتحدث عن مسألة مهمة في الأسواق وهي مسألة التخصص. يعني حقيقة الأسواق تتسم بالتخصص، أحيانا التخصص يكون زمني، يعني هناك سوق تسمى بأسماء الأسواق الأسبوعية، مثلا سوق الأربعاء عندنا في الموصل، سوق الثلاثاء في بغداد، وهناك مجموعة أسواق تسمى بأسماء الأسبوع هذه كل سنة، وهنالك ربما أسواق تعقد كل شهر، وهناك أسواق موسمية مثل تعرفون سوق عكاظ وغيرها من الأسواق في عند العرب. فالحقيقة التخصص يبدأ من ناحية الزمن. النقطة الأخرى التخصص من ناحية النوعية، يعني أنه التخصص الحرفي والسلعي تشوفون أنه يتميز كل أهل مهنة بموضع معين يتجمعون فيه، ولكن لوحظ أنه عملية التجمع لها أيضا قوانين. على سبيل المثال بعض الفعاليات التجارية والحرفية المتجانسة تتجمع مع بعضها في موضع آخر ثم تبدأ تختلف قليلا عن فعاليات أخرى. الأمر الآخر اللي أيضا اعتمد على مسألة دفع الضرر، نعم، لاحظ أن هنالك من الفعاليات ما تم إبعادها حقيقة إلى خارج أسوار المدينة، وهذا مثل ما ذكرنا ربما مثلا كمهنة الصباغة وما شابه، أو قضايا تتعلق مثل عندنا السرجخانة يدل على وجود سوق خاص بالملحقات للفرس والجلود وإلى آخره، فربما تبتعد، أو الأشياء التي تسبب الضوضاء مثل الحدادين أو الطرق على النحاس وإلى آخره، فتبدأ كل ما هنالك فعالية من الفعاليات لها ضرر ما تبعد إلى مكان خاص بها، وهذا طبعا راح يؤثر على التوزيع المكاني في السوق. البنية التركيبية، هذا آخر موضوع إن شاء الله، البنية التركيبية لأسواق الموصل خلال الفترة العثمانية أفرزت لنا أنماط محددة من الأنماط البناء التجارية. على سبيل المثال
أو الرقم واحد الحقيقة الأزقة السوقية، يعني السوق الشريطي الحقيقة هو المبدأ الأساس في الفعالية التجارية، ولكن لا تركيبة السوق لا تقف عند هذا النمط، إنما هناك تطور. فنلاحظ هنالك ما يسمى بالقيصرية، وهذا المصطلح لا زال عندنا بالموصل نقول قيصرية، بينما هو في دول أخرى يستعملون كلمة القيصارية اللي هي أصلا مشتقة من القيصرية. نمط القيصرية رقم 2، نمط الخان رقم 3، العلوة رقم 4، الإسكلة رقم 5، وهنالك مباني خدمية كالحمامات في المدينة. أزقة السوق راح مثل ما شفنا قبل شوي بالمخطط مال معظم أسواق المدينة، الحقيقة النمط الشائع هو النمط الشريطي، وأنا ما أريد راح أختصر شوية لضيق الوقت. الآن الصورة أمامكم تشوفون نفس منطقة الدراسة الغالب عليها هو النمط الشريطي، هذه المحلات اللي تشوفون تم تسير مع الأزقة القديمة للمدينة. ولكن هنالك جامع، هذا الجامع بالضبط أمام الجسر، منطقة الجسر على نهر دجلة، جامع الأغوات. هنالك خان اسمه خان الجمرق، وخان آخر هو خان العطارين، وهناك خان التلاوين، ومجموعة من المساجد أيضا المنتشرة في منطقة الدراسة. هذه الصورة لأحد المحلات، وأيضا يستعمل باب ما نسميه احنا بالخبنج، يستعمل باب اللي يغلق الدكان هو بعتلة يتحول إلى مظلة ضد الشمس الحارقة في منطقياتنا. القيصريات الحقيقة هي نمط معدل من النمط الشريطي، هذه نموذج الآن بس صور دكتور راح أعرف، هذه صور لقيصرية السوق العتيق، قيصرية البزازين مثل ما تشوفوها، وهي مسقفة بالمناسبة، القيصرية تدل على السوق المسقف، قيصرية سباهي بازار، هذا مدخل قيصرية وقيصرية العبدالية. الخانات بس في ربع دقيقة، الخانات من العوامل كلش المهمة في التجارة، لكنها تتخصص في تجارة الجملة، ولذلك غالب الخانات في المدن العربية الإسلامية خارج المدن وخارج أسوار المدن. ومن ميزة الخانات أنها تتكون من أكثر من طابق، فيكون الطابق العلوي هو محل مبيت التجار الذين يأتون من الخارج، ولذلك هو حط مبدأ الفنادق في مدننا المعاصرة، كانت موجودة في الخانات، وعند الأخوة المصريين مصادر المصرية تسميه بالوكالة أو الوكالات. هذا خان الجمرق في الموصل، وهذا خان حمو القدو، وأيضا تكلمنا أنه الحمامات، هذا حمام العطارين في الموصل. وطبعا خرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات التي نراها مهمة في مجال التخطيط الحضري، وربما قد تكون مفيدة بالضبط، ولمن يريد المزيد ممكن مراجعة وقائع المؤتمر. وشكرا جزيلا وآسف على الإطالة دكتور يحيى. شكرا جزيلا للأخ الأستاذ مازن جابر عمر على هذا البحث القيم، حقيقة أنا أعطيته وقت لأنه بحث هندسي متخصص لمدينة مهمة جدا. كما تعلمون العراق عندما كان في ظل الخلافة العثمانية كان يقسم إلى 3 إيالات، كانت تسمى إيالة، إيالة الموصل وإيالة بغداد وإيالة البصرة، بعد ذلك سميت ولاية. حقيقة فقط يعني نقطتين أساسيتين بالنسبة لأخي الزميل الباحث، ذكر الجامع النوري. حقيقة جامع النوري جامع ذو رمزية كبيرة، وهو يعني كما تعلمون الذي فيها المنارة الشهيرة، منارة الحدباء. هذا الجامع له رمزية في قلوب أهل الموصل وفي قلوب المسلمين جميعا، لما له من تاريخ، لما له من تراث، بناه نور الدين الزنكي، والمهندس الذي أشرف على بناء هذا المسجد اسمه إبراهيم الموصلي. ولذلك إخواني الكل يعلم ماذا حصل في الموصل من دمار، وشمل حتى هذا المسجد لما له من رمزية في قلوب أهل الموصل. من أجل تدمير هذا المسجد وتدمير هذه المنارة الشهيرة كان من أجل تدمير إرادة أهل الموصل حقيقة، وليس الهدف الأساسي فقط البناء. الملاحظة الثانية فقط يعني إضافة للبحث، موضوع القيصريات، نحن في العراق دائما نستخدم الأسواق باسم القيصرية، وهذا حقيقة يعني حسب ما سمعت هو اشتقاقا من مدينة قيصري في تركيا، لأن مدينة قيصري في تركيا مشهورة بالتجارة،
فكل سوق يسمى قيصري نسبة إلى مدينة قيصري في تركيا. شكرا جزيلا إلى أخي الباحث، وإن شاء الله التوصيات تقدم إلى اللجنة التحضيرية حتى تدرجها. الآن مع الأخ الباحث الدكتور محمد علي أحمد النعيمي في بحث موسوم المؤرخ والأديب إسماعيل الفرج الموصلي، فليتفضل مشكورا. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين. قبل البدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة علماء المسلمين وأمينها العام الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري على إقامتها المؤتمر العلمي الثالث، وأن نلتقي مع كوكبة من العلماء والمفكرين الفضلاء. والشكر موصول أيضاً لكل من ساهم وقدم في إنجاح هذا المؤتمر. بحثي بعنوان المؤرخ والأديب إسماعيل آل فرج الموصلي وجهوده التاريخية والأدبية. اشتهرت مدينة الموصل بكثرة علمائها الموسوعيين الذين شاركوا في مجالات مختلفة من العلوم والمعارف، وقدموا للبلاد والعباد العديد من الكتب والمؤلفات. ومن أولئك العالم والمؤرخ والشاعر الأديب إسماعيل أحمد آل فرج الموصلي الشهير بإسماعيل الكبير، وهو أحد أشهر علماء الموصل وأدبائها في القرن العشرين. سعى طيلة حياته لخدمة أبناء مدينته بالتعليم والتهذيب وبث الروح الطيبة بينهم، وقد تخرج عليه معظم شخصيات الموصل وأفاضل رجالها الآن، فهو مربي جيل وباني صرح ثقافي شامل في مدينة الموصل. له أناشيد وقصائد وطنية تعبر عن حضوره الوطني وترجمة مشاعره ضد المستعمر، وقصائده الداعية إلى طلب الاستقلال واستنهاض الهمم لتحقيق إصلاحات فكرية. ولهذه الروح الوطنية التي تحلى بها قام الملك فيصل الأول بتكريمه تقديراً للقصيدة التي ألقاها بعد حفلة الدستور، وكان ذلك سنة 1925، وكرمته أيضاً على ذلك وزارة المعارف تقديراً لاهتمامه بوظيفته كمعلم في المدارس. وجعلت البحث على مبحثين، الأول درست فيه حياته الشخصية، والمبحث الثاني ذكرت فيه نشاطه السياسي والأدبي. ثم بعد ذلك الخاتمة، جاء في حياته الشخصية مولده ونسبه ونشأته هو إسماعيل بن أحمد بن فرج الملا علي سليمان الباقري الذي اشتهر وعرف فيما بعد بإسماعيل الكبير، تمييزاً له عن إسماعيل آخر أصغر منه سناً وبقي هذا اللقب ملاصقاً له بعد ذلك. نشأ مترجمنا في هذه المدينة العريقة وولد فيها، ثم بعد ذلك أكمل دراسته في مسجد بنات الحسن، ودخل دار المعلمين التركية في الموصل وبقي فيها سنة في الصف الأول، لكنه لم يتم دراسته فيها بسبب انتظامه في الجيش التركي على إثر قيام الحرب العالمية الأولى. وبعد الهدنة سرح من الخدمة العسكرية ليعود إلى مدرسة النبي شيت ليدرس على أستاذه الشيخ إبراهيم حق الحاج ياسين القصاب علم الحديث وأصوله وآداب البحث والمناظرة وعلم الكلام والفرائض، وأجازه سنة 1924. أنتقل بعد ذلك إلى شيوخه لأذكر بعضاً منهم: الحاج أبو عبد الرحمن علي بن ذياب بن درويش الحديدي، كان إماماً في جامع الشيخ عبدال في باب الصراي، وكان ورعاً عالماً بالفقه الشافعي. الشيخ جمال الدين محمد الرضواني، والشيخ محمد بن الحاج خضر الحبار، والشيخ الملا حسن بن شويش الجبوري،
والشيخ عثمان بن محمد آغا بن سليمان آغا بن سلطان الدويتشي. وظائفه لم تكن لمترجمنا وظيفة غير التعليم في المدارس الموصلية بأنواعها كافة، وسنشير إلى تفاصيل ذلك. درس في مدرسة النجاح، ودرس أيضاً في مدرسة تلعفر الأولى، وبقي في تلعفر لمدة 4 سنوات. إحدى تشكيلاته أيضاً في تشكيلة النادي الأدبي في الموصل، حيث حصل هذا النادي على رخصة لممارسة أعماله السياسية ذات الطابع الأدبي والثقافي، وكان من ضمن أعمالهم تقديم دروس ليلية للأميين ولغيرهم، وتناولت هذه الأمسيات مواضيع أدبية وعلمية، وكان إسماعيل فرج أحد أعضاء هذا النادي ومن المحاضرين فيه. أما عن مؤلفاته وآثاره العلمية، فإن لإسماعيل آل فرج مؤلفات في التأريخ وفي التراجم والشعر والأدب، وقد ذكرها صديقه الأستاذ أيوب صبر الخياط في تقديمه لكتابه القضاء الإسلامي وتأريخه، وهي كالآتي: أصح النقول في شرح منظومة الجلال في نجاة آباء الرسول، المدرسة النظامية وتأريخها، الإعلام بتراجم مدرسي المستنصرية الأعلام وهذا مخطوط، كتاب وقف الغمامة لمحو ما كتب على الرخامة، حققه وعلق عليه حفيده قصي آل فرج وطبع في مركز دراسات الموصل، كتاب الآثار والمباني العربية في الموصل على ضوء النقد الحديث طبع في مركز دراسات الموصل أيضاً، القضاء الإسلامي وتأريخه طبع في مطبعة الاتحاد بالموصل، وقد أشار إليه الزركلي بقوله: إسماعيل بن فرج الموصلي عارف بالفقه والحقوق من أهل الموصل، له كتاب القضاء الإسلامي وتأريخه. أيضاً له ديوان شعر جمعه وحققه حفيده قصي آل فرج وطبع في الموصل سنة 2002، نشر كثيراً من قصائده في الصحف والمجلات آنذاك، منها مجلة الجزيرة الموصلية وجريدة الهلال الموصلية، وله أناشيد نشرت ضمن مجموعات بصفة خاصة مثل كتاب الأناشيد الموصلية للمدارس العربية. أما المبحث الثاني، ولكي لا أطيل عليكم الوقت ينقضي بسرعة، أذكر نشاطه السياسي والأدبي، منها أولاً مساهمته في الأحداث الوطنية والقومية. أنه بعد أن هيمنت السلطات المحتلة وفرضت انتدابها على العراق، كانت قد وضعت يدها على كل الأمور في البلاد ومنها المدارس، وأخضعت العاملين فيها إلى عقود عمل مشترط مع تغيير واضح في المناهج التعليمية وإلغاء للمؤسسات الثقافية. كل هذه الإجراءات التي اتخذوها لم تقف ولم تكن حجر عثرة على العاملين من استمرارهم في العمل السياسي، وذلك بإقامة العديد من الندوات والحفلات والمناقب النبوية. كان أيضاً في جمعية الشبان المسلمين أحد أعضائها، لكنه لم يتابع آنذاك بسبب انتقاله إلى تلعفر وتدريسه هناك. كان له موقف أيضاً من الاحتلال البريطاني وسقوط البصرة سنة 1914. ذكر حفيده قصي آل فرج أنه لما وصل الموصل خبر سقوط مدينة البصرة بيد المحتلين الإنجليز، بدأت جموع المثقفين تخرج من رجال دين وطلاب علم بإذكاء الشعور القومي على نطاق واسع لإظهار الاستياء من هذا الاحتلال الأجنبي الكافر وعدم الرضا والرضوخ له. وكان إسماعيل أفندي حاضراً يرتجل ويلقي الهوسات، وقد حفظ قسماً منها
آنذاك بعض الحاضرين حيث قالوا كان يقول وين العرب أهل الغيرة والناموس تخلي الإنجليز بهالأرض تدوس. وقام على إثر ذلك شخص ضخم الجثة من سكنة محلة باب الطوب يدعى حبيب رافعا إسماعيل أفندي الكبير على كتفيه قائلا له أفندي لا تتوقف حتى تصل إلى البصرة. وهذا يدل على شدة تأثر الناس بهذه الهوسات. وكان له أيضا موقف من ثورة العشرين، وكان له مواقف عدة أخرى لكن الوقت ينقضي. أذكر فقط منها مشكلة الموصل وقصيدته الشهيرة، حيث سميت مشكلة الموصل هكذا في التاريخ الحديث. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تشبثت أهالي الموصل بحقهم في أن يكونوا ضمن دولة العراق، وحسمت ذلك عصبة الأمم المتحدة عندما أصدرت قرارها ببقاء الموصل جزءاً من العراق خلال تلك الأزمة. فقال آنذاك لست يا موصل إلا دار عز وكرامة، أنت فردوس العراق حبذا فيك الإقامة، أنت منه خير جزء خاب من رام انقسامة، وعماد المجد أنت فيه بل أقوى دعامة، أنت روح هو جسم، أنت تاج هو هامة، أنت شمس هو بدر منك قد لاقى تمامة. ويكمل أيضا إلى نهاية القصيدة ولكن الوقت انقضى. بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيكم. أعطيتك دقيقتان من أجل هذا الشعر الجميل عن الموصل الجميل. جزاك الله خير، بارك الله فيكم إن شاء الله. هناك إشارة جميلة جدا أشار لها الباحث، وهي موقف علماء العراق من الاحتلال البريطاني، وهذا الموقف حقيقة يكاد يكون هناك إجماعا من علماء المسلمين على الوقوف مع دولة الخلافة العثمانية ضد الاحتلال البريطاني في العراق في عام 1917. وهذا موقف من مواقف هؤلاء العلماء الأجلاء في تلك المرحلة. الآن مع أخي الدكتور باسل أكرم شهاب الناصري في بحثه الموسوم الحركة العلمية في مدينة تكريت في القرن العشرين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين والرحمة المهداة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته وتأدب بأدبه إلى يوم الدين. وبعد، فبداية نبارك للقسم العلمي في هيئة علماء المسلمين هذا المؤتمر المبارك الذي يعيد للعراق مجده وتاريخه، وهذا واضح من محاوره ونوعية المشاركين فيه. ولكوني من أهل هذه المدينة وأفخر بذلك لأسباب كثيرة قد يظهر بعضها في ثنايا بحثي موضحا عنوانه بذلك، حيث أسميته الحركة العلمية في مدينة تكريت في القرن العشرين، والذي يمثل مطالب تتضمن ما يأتي. المطلب الأول نبذة عن مدينة تكريت وجغرافيتها وتطور الحركة العلمية فيها في حدود المدة الزمنية التي حددت بحثي فيها، مع ذكر أبرز علماء المدينة ورجالاتها الذين كان لهم دور كبير في المدينة من خلال الحركة العلمية والدينية فيها. ولا أبالغ إذا ما قلت أنهم تركوا بصمات محفورة في صفحات تاريخ هذه المدينة وباقي مدن العراق كما سيأتي بيانه بعون الله تعالى. وعلى عجالة إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المدينة تكريت، فإنها تقوم على الشاطئ الغربي لنهر دجلة في موضع يقع في منتصف الطريق الموصلي بين العاصمة بغداد وبين مدينة الموصل. وتشكل تكريت إحدى العقد الحيوية لطرق المواصلات الرئيسية، ولهذا أثر مهم وفاعل في سفر تراثها العريق، سواء كان ذلك في أساس قيامها أو في تبلور مدنيتها أو في تخصص شأنها وبروز دورها من خلال تداول الدول وتعاقب العصور عليها. وهذا الأمر له أهميته في النواحي الاقتصادية والتجارية والنقل والصناعة والزراعة، وكل هذه الأمور تؤثر بصورة مباشرة في الحياة الفكرية والعلمية.
فتكريت التي احتضنت وتحتضن أمجادا تاريخية زاهية تمثل جانبا حضاريا مشرقا من حضارة العراق العظيم، والتي كان لها شأن ملحوظ في العصور السالفة ثقافيا ودينيا وعسكريا واقتصاديا، أسهمت في إنعاش الحركة العلمية حتى غدت موئلا للعلم والمعرفة. المطلب الثاني، الحركة العلمية في تكريت قبل الحرب العالمية الأولى. كان التعليم في تكريت قبل قيام الحرب العالمية الأولى على قسمين، الأول يتولاه الملة أو الملية، وهو تعليم بدائي يدور حول قراءة القرآن الكريم وحفظ بعض سوره وآياته، والقسم الثاني يتعلق بالعلوم الدينية واللغة، يتولاه بعض علماء الدين ويقدم عليه من تجاوز مرحلة الدراسة عند الملة مع تمكنه من القراءة والكتابة. وكانت هذه الدراسة في زوايا المساجد أو في بيت الملة أو في مكان عمله، وأحياناً في تكايا علماء الدين من أهل التقى والصلاح. إن أول مدرسة رسمية افتتحت في تكريت هي المدرسة الرشدية التي فتحها العثمانيون عام 1916، والتي انتهى دورها بدخول الإنجليز في العام الذي يليه. ولما عاود الإنجليز احتلال تكريت مرة أخرى، أقدم المحتلون على فتح مدرسة ابتدائية جديدة ضمت طلاب مدرسة الرشدية السابقون، إضافة إلى طلاب جدد، إلا أن الإقبال على المدرسة كان قليلا جدا لقناعة أبناء المدينة أن المدرسة تابعة للمحتل البريطاني. أسهم في ذلك رفض الملالي وعلماء الدين لهذه المدرسة. ولكن مع تقدم الزمن أصبح التعليم الحكومي متقدما ومتطورا مقارنة مع تعليم الملالي في الوقت الذي استمرت فيه تلك المدرسة الرسمية حتى تتويج الملك فيصل على العراق عام 1921 وتأسيس الدولة العراقية الحديثة. فصدر الأمر في العام نفسه بتأسيس أول مدرسة ابتدائية كان موقعها على ضفاف نهر دجلة. وفي العام 1934 شهد طفرة نوعية على مستوى التعليم الابتدائي عندما أقدمت وزارة المعارف بافتتاح أول مدرسة للبنات في تكريت. وفي السنة 1939 افتتحت متوسطة التفيض الأهلية وضمت 3 صفوف. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 طرأ تغير جذري على واقع الدراسة المتوسطة، فتحققت زيادة كبيرة في عدد الطلبة والملاك التدريسي، مما أدى إلى افتتاح قسم للدراسة الإعدادية عام 1948، وتحولت المدرسة الأهلية إلى مدرسة حكومية رسمية بعد أن قدم أبناء المدينة طلبا بذلك، وبنيت المدرسة الإعدادية من تبرعات الأهالي حينذاك. المطلب الثالث، ذكرت فيه دور المسجد، ودور المسجد في التعليم معلوم للجميع. وأنتقل إلى المطلب الرابع، فقسمته قسمين. القسم الأول ذكرت فيه علماء المدينة الأجلاء الذي كانوا منارات هدى ومصابيح تنير الظلام، والذين أسهموا وخدموا الحركة العلمية والدينية بصورة كبيرة. ومن أهم هؤلاء الشيخ داود الناصري والشيخ الملا ياسين التكريتي والشيخ عبد الكريم الدبان والشيخ صالح محمد دشمالة والشيخ جمال الدبان الذي توفي في العام 2007 بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الأمريكي الغاصب. القسم الثاني، ملالي ومليات تكريت، وجعلته على قسمين أيضا. الأول ملالي تكريت أو الملة من الرجال، ومن أهمهم الملة حافظ والشيخ عبد الغفار عبد المجيد مال الله والشيخ عبد القادر الحواز والشيخ مخلف حمودي والشيخ محمود الدهيمة. والقسم الثاني مليات تكريت والملة من النساء، ومن أهمهن الملة شمسة وابنتها والملية شمسة وابنتها والملية فاطمة بنت الشيخ صالح الشمالة والملية حليمة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المؤتمر بادرة خير للنهوض بواقعنا المؤلم، وأن يكون باكورة أمل لكل عامل في حقلي العلم والدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا للأخ الدكتور باسل على التزامه بالوقت. وهناك فقط كملاحظة، هو ذكر بأن المدارس فتحت في 1916 هكذا ورد في البحث، لكن للأمانة التاريخية نذكر التالي، أنه في عهد الوالي العثماني ناظم باشا في عام 1909 كانت قد صدرت إرادة سلطانية إسطنبول بأن يعين في جميع الألوية، وكانت سابقا تسمى السناجق والأقضية والنواحي، يجب أن تعين هكذا الأمر السلطاني، أن تعين في كل النواحي والأقضية والسناجق ومدرسون ومفتون لهذه المدن. فالحقيقة هذا التاريخ سابق، لكن لم تكن بالشكل المدارس الحالية الموجودة الآن، فقط يعني هذا للتنويه. الآن مع أخي الدكتور جاسم سلمان الشمري وبحثه الموسوم كوكبة من علماء ديالى في القرنين 13 والرابع عشر، فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. الأخوة الحضور، الأخ الأمين العام فضيلة الدكتور مثنى الضاري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثي عن علماء مدينة ديالى، وتعرفون مدينة ديالى هي مدينة البطولة والشجاعة والرجولة، وأصبحت بعد عام 2003 هي مدينة النار ضد الاحتلال وليس مدينة البرتقال كما هي معروفة. ديالى، يعني بحثي سيكون عن علماء ديالى في القرنين 13 والرابع عشر، وستركز الدراسة على الشيخين عبد الرحيم البندنيجي وصفاء الدين النقشبندي نموذجا. حقيقة حينما تذكر ديالى تذكر معها بعقوبة، وبعقوبة هي مركز مدينة ديالى. ومعلوم حينما راجعت يعني في المكتبات الإلكترونية وجدت أن بعقوبة تكتب بالألف وليس بالتاء المربوطة، وحينما تجدها بالتاء المربوطة تجد كلمة بعقوبة، عوقب بعقوبة كذا، وبالتالي أظن كما قال الشاعر بعقوبة الباء فيك زيادة، تالله إن سكناك من الله عقوبة، ولا أدري هل أن الله سبحانه وتعالى عاقبنا بسكن بعقوبة بعد بغداد أم هي قدر من الأقدار. ديالة بالسومرية تسمى ديالاس وتعني النهر، ومعلوم أن هنالك في ديالة هو نهر ديالة الكبير، وبالتالي هذه المدينة التي هي مدينة البرتقال والبساتين والقداح، وتبعد عن بغداد 45 كيلومتر من جهة الشمال والشرق، هي يعني موضوع البحث. سأتحدث، مع الأسف لم ألتزم في القرنين 13 والرابع عشر كما مطلوب، وإنما يعني أحصيت علماء ديالى منذ القرن الخامس الهجري وحتى عام 1975، على اعتبار أنني لم أجد توثيقا لعلماء ديالى، ومن باب أن هذا المؤتمر يكون لبنة ممكن أن يبنى عليها بقية البحوث عن علماء ديالى. وستقوم كما ذكرنا الدراسة على إحصاء علماء ديالى وأثرهم في الحياة العلمية والفكرية. وعلى الرغم من الإهمال التوثيقي الكبير، بفضل الله تمكن الباحث من إحصاء أكثر من 40 عالما من أهالي ديالى منذ القرن الخامس الهجري. البداية كانت مع الشيخ محمد بن، طبعا سأذكر أسماء فقط والتفاصيل موجودة في ثنايا البحث، ذلك لأن الوقت لا يتسع لهذا الأمر، فقط سأذكر أسماء. أولا الشيخ محمد بن الحسين بن علي بن حمدون البغدادي البعقوبي نسبة إلى بعقوبة، الحسن بن محمود بن علون البعقوبي المعدل، محمد بن فضل أبي المكارم ابن باختيار البعقوبي، ابن إدريس علي بن محمد، طبعا كل اسم جديد يعني عالم جديد دون أن أذكر
العالم فلاني، وبدون أن أذكر أرقام. ابن إدريس علي بن محمد بن عبد الله الروحاني، أبو محمد عبد الحق بن محمود بن أبي طاهر بن الفراش البعقوبي، علي بن أبي بكر البعقوبي، قاضي بعقوبة أحمد بن علي بن حسن بن محمد بن كردي أبو البقاء، الحسين بن عبد الملك بن حسين بن أبي الدنيا، أبو المعالي أحمد بن الشيخ أبي العباس أحمد بن الشيخ الأجل أبي الفتح محمد بن محمد، فخر الدين أبو منصور إبراهيم بن عيسى الشهرباني نسبة إلى مدينة شهربان وهي المقدادية، أحمد بن أحمد بن أبي فتح أيضا الشهرباني، أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن هبة الله الشهرباني، السيد العالم صلاح الدين أبو علي الحسن الشهرباني البغدادي العراقي، عز الدين أبو عبد الله الحسين بن أبي الحسين الشهرباني، علي بن أسمح البعقوبي، الإمام الشريف البعقوبي، الشيخ حمدي الأعظمي، الشيخ موسى بن جلال الدين البندنيجي، والشيخ جلال الدين موسى بن جعفر البندنيجي، وسنأتي إلى ذكر بندنيج وهي يعني مدينة مندلي الآن التابعة لمحافظة ديالى كانت تسمى سابقا بندنيج. الشيخ صفاء الدين عيسى بن جلال الدين موسى بن جعفر البندنيجي القادري النقشبندي البغدادي، الشيخ محي الدين بن عبد الفتاح المدرس، الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن قيار الملا روزي، وهذا من كبار علماء مدينة بعقوبة، وحقيقة أنا يعني تشرفت في العمل في مدارس بهرز، ولا تذكر بهرز إلا ويذكر معها الشيخ الملا روزي رحمه الله، وهو من أبرز علماء مدينة بهرز، الشيخ عبد اللطيف النصار والملا عيدان عبد الحميد، وكذلك السيد محمد صفاء الدين بن السيد عبد الله بن السيد عبد القادر آل الشيخ القادري، محمد معصوم النقشبندي، والشيخ عبد الحميد الجنابي وهو من شيوخ قرية الشوهاني في المنصورية، وكذلك الشيخ علي بن عبد الحميد الجنابي. هذا ذكر سريع لأبرز هؤلاء العلماء ولم أذكرهم جميعهم. المطلب الثاني هو الشيخ عبد الرحيم البندنيجي، والشيخ البندنيجي من علماء الأمة وليس من علماء العراق فقط، وهو عالم أصولي ربما لم يسلط على جهوده الضوء الكافي. هو أبو الهدى صفاء الدين عيسى بن جلال الدين موسى بن جعفر البندنيجي القادري النقشبندي البغدادي، ذلك لأنه من يعني من نشأة بغداد وولادة بغداد على الرغم من أن أصوله من مدينة مندلي أو بندنيج. عاش وترعرع في بغداد وتتلمذ على أيدي علمائها، لذا فهو بغدادي المولد والنشأة، بيد أن أصله من مدينة بندنيج أو بندنيجين وهي اليوم تسمى مندلي. ومن شيوخ الشيخ البندنيجي كمال الدين الكركوكلي والشيخ خالد بن أحمد النقشبندي، وتلقى أيضا على علماء اسطنبول جملة من علماء اسطنبول لا يسع الوقت لذكرهم، وكان للشيخ علاقة جيدة مع علماء عصره كعلامة العراق أبي الثناء شهاب الدين محمود الآلوسي ونقيب الأشراف ببغداد محمود بن زكريا القيلاني وغيرهم. وكان الشيخ صفاء الدين ذكيا جيد الفطنة والإدراك حاضر الجواب خفيف الروح عاقلا. وكان الشيخ رحمه الله مقلا في التأليف رغم غزارة علمه، ويمكن ذكر بعض مؤلفاته منها جامع الأنوار في مناقب الأخيار، ضياء الأنوار على أصول المنار،
تراجم الوجوه والأعيان المدفونين في بغداد، ومن أهم كتبه الأجوبة البندنيجية عن الأسئلة اللاهورية، وهي مجموعة أسئلة وردت إلى علماء بغداد من لاهور بالهند وقد كلف بالإجابة عنها، وغير ذلك من الكتب. توفي رحمه الله ببغداد في 17 من رجب 1283، 12 تشرين الثاني سنة 1866. المطلب الثالث، الشيخ صفاء الدين النقشبندي رحمه الله. لا يمكن أن تذكر مدينة بعقوبة دون أن يذكر الشيخ صفاء الدين رحمه الله، لأنه من يعني كبار علماء مدينة بعقوبة، وكان في البداية إماما وخطيبا في جامع الشاه بندر ثم في جامع الفاروق إلى أن توفي. ولد الشيخ رحمه الله في محلة باب الشيخ عام 1903، ونقل إلى ديالة في عام 1938، وتولى الإمامة والخطابة في جامع الفاروق في عام 1968، واستمر إلى ذلك إلى عام 1975. كانت أخلاق الشيخ صفاء الدين هي أخلاق العلماء الصالحين ومزايا الطيبين، كان عالماً فاضلاً نقياً صالحاً. كان رحمه الله مرجعاً للفتوى في ديالة، ولا حينما يذكر عنه أنه أفتى في تلك المسألة جميع أهالي ديالة يأخذون بتلك الفتوى، وتوفي في مايس 1975 عليه وعلى بقية العلماء رحمة الله تعالى. أذكر توصيات عن البحث، حقيقة هي توصيات ليست عن ديالة وإنما عن عموم العراق. وجد الباحث أن دوائر الأوقاف المركزية في بغداد وديالة لا تمتلك توثيقاً، مع على الرغم من اتصالاتي المتكررة والشخصية وعلاقاتي مع بعض الزملاء والشيوخ في بغداد وديالة، لكنني لم أحصل على توثيقاً لعلماء ديالة، وهذا خلل كبير. يفترض بالدوائر الرسمية في الأوقاف أن تنتبه إلى هذا الأمر. ثانياً، انتبهت إلى غياب التوثيق في داخل المساجد، حتى أنني حينما أسأل عالماً كبيراً عدا طبعاً الشيخ أسامة العاني في جامع الفاروق يمتلك توثيقاً عن الشيخ صفاء الدين النقشبندي، وكذلك عائلة القيلاني في بلدروز يمتلكون توثيقاً كاملاً عن العائلة من العلماء، أما البقية مع الأسف لم أجد توثيقاً لهذا الأمر. ويفترض بالأوقاف أن توجه كتاباً رسمياً إلى المساجد والجوامع والتكايا بأن تكون هنالك سجلات شرف تكتب بها أسماء العلماء الذين خدموا في تلك المساجد من أول يوم إلى الإمام والخطيب الحالي، لأن هذا من جزء من التوثيق المهم لعلماء العراق. وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأخ الدكتور جاسم سلمان الشندري على بحثه الموسوم كوكبة من علماء ديالة. حقيقة مسألة توثيق العلماء، المحافظات لم تحظى كما حظيت بغداد، على اعتبار بغداد وما تملكه من رمزية يعني كتب عنها الكثير، خاصة الشيخ السامرائي رحمة الله عليه، كذلك الموصل كتب عنها الكثير، وكتب أيضا بأقل من ذلك عن البصرة، أما باقي المحافظات لم تنال نصيبا من توثيق لعلمائها، على الرغم من كبار العلماء كانوا يعني مثلا في الحلة عائلة النائب وعائلة الهيتي، عوائل علمية معروفة مارست الإفتاء والقضاء في كل هذه المحافظات. حقيقة يعني الباحثون جميعا بذلوا جهدا كبيرا في هذه البحوث، كون أن هذه الفترة التاريخية يعني قلة المصادر التي تبحث فيها، ولذلك كان أحد أهداف المؤتمر هذا هو توثيق لهذه المرحلة وتسليط الضوء عليها حتى تكون مرجعا للأجيال القادمة في جهة المصادر التاريخية وغيرها. هذه الفترة الزمنية مهمة جدا في عملية توثيقها. كان هناك أيضا يعني في هذا المحور بحوث للدكتور رشيد لطيف الحشماوي مع الدكتور خليل خلف الجبوري
بحثا كان موسوم الحياة العلمية في العراق خلال القرن العاشر الهجري من خلال كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، وكان أيضا هناك بحثا للأستاذ إبراهيم فاضل الناصري أضواء على البيوتات والأسر العلمية التكريتية في مدن عراقية وعربية خلال عهد الخلافة العثمانية، وأيضا كان هناك بحثا للدكتور رائد سامي حميد الدوري والدكتور عمار شاكر محمود الدوري، كان بحثهم عن أحمد بن علي أفند الصوفي وجوده التاريخية والفكرية لغاية عام 1981. الآن نفتح باب الأسئلة ولمن يريد مداخلات. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكل الباحثين. حقيقة فقط سؤال لأظن أستاذ مازن، لا أرى أي علاقة بين بحثك وبين عنوان المؤتمر. المؤتمر يتحدث عن الحركة العلمية والفكرية في العراق، وأنت تتحدث عن الحركة حركة العمران، فلا أرى ترابطا بين العنوان وبين المؤتمر، وشكرا لك. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر موصول لكافة المتدخلين، ليس تساؤلا وإنما هي من باب النقد أو النصح، فنحن في اللغة نقول مادة ناصحة إذا خاط الثوب، أي أن يخفي عيوبه وأن يظهر محاسنه، فلذلك الإبرة التي تخيط من أسمائها المنصحة. فالاسم الذي ورد لصاحب كتاب الأعلام لدى بعض المتدخلين الزركلي، والصحيح خير الدين زيركلي. وبخصوص المتدخل الأول شيخ تحدث عن العلماء على أنهم ثلاثة، فيهم علماء يتعلق علمهم بحفظ الأبدان وبحفظ الأديان وبالعمران، ونتذكر أن بعض ساداتنا الأجلاء كانوا يقولون العلوم ثلاثة، فيها ما يتعلق بالجنان المنطق وغير وباللسان اللغة وما يتصل بها، والبنان الخط، ويمكن أن نضيف العمران. حياكم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الأساتذة الأكارم أن نورونا بهذه المحاضرات، يعني أنا استفدت كثيرا من تاريخ العراق وحضارته. كنت أعتقد أن هذا العصر الحديث سيكون فيه يعني تراث متواضع، فإذا بنا نشهد من الجلسات السابقة بالأمس واليوم عصفا ذهنيا لمعلومات، يعني صار كل مرة محاضرة تمحو أختها، فالمعلومات كثيرة ويعني المحاضرات كذلك متنوعة وثرة، فهذا ليس من باب استنقاص قيمة الملتقى، وإنما حتى نفكر في مستقبلا في تخصيص مؤتمرات في جزئيات معينة نعطيها حقها من البحث ومن العلم. فنحن نتنقل إلى بغداد وديالة وبعقوبة إلى الموصل إلى سمرة إلى تكريت، وفي كل منطقة جبال من العلم وهامات من الدعاة ومن الباحثين ومن المؤلفات ومن التراث، يعني هذا بقدر ما يشوقنا إلى معرفة، كذلك يحز في أنفسنا أننا لن نستمع لكل هذه الكلمات المقررة. وبارك الله فيكم جميعا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بخصوص بحث الأخ مازن جزاه الله خير عن التطورات في النظم العمرانية، أن أقترح أن تضيف إذا ما كانت موجودة ولم تتحدث عنها في قضية العمران الإسلامي، أثر الفقه الإسلامي في العمران، هذه إضافة تثري البحث، لأن الفقه مرتبط بالعمران الإسلامي ارتباط وثيق، وكتبت في ذلك بحوث ودراسات عديدة ممكن الإفادة منها وتضمين بحث مبحث في بحثك القيم إن شاء الله لإثرائه، لأن العمران الإسلامي يقوم على قواعد فقهية مهمة: الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة،
هذه القضايا كلها ترتبط بالعمران الإسلامي. في مبحث الدكتور جاسم ممكن إضافة المؤرخين علماء اللغة إلى علماء ديالة، يعني لم تذكر لنا الدكتور مصطفى جواد وهو علم من أعلام اللغة العربية من أهل الخالص، كذلك المؤرخ الكبير الدكتور عبد الرحمن علي الحجي من شهربان وهو حي يرزق، وآخرين. فلا أدري هل تقتصر على علماء الشريعة أم ممكن، لأن كلمة العلماء واسعة، فإما أن تضمن أو تخصص أو تعمم ليدخل فيها أهل التأريخ واللغة، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا السيد رئيس الجلسة. حقيقة أتحفون الأساتذة الباحثين بهذه المعلومات القيمة جدا يا حقيقة، وهي عبارة عن كنز تاريخي وتراثي يعني ينبغي أن تشبع بحثا أكثر يعني. وهي دعوة حقيقة لأن يكون هناك هاي البحوث تجمع فيما يتعلق بالحقبة العهد العثماني بالذات، يعني ديالة والتكريت والموصل، وممكن يضاف إليها الفلوجة أيضا والأنبار الرمادي، لأنها حقيقة هذه المدن لم تشبع بحثا. الآن كثير من الباحثين كتبوا عن بغداد وعن البصرة وعن مدن أخرى، لكن هذه المدن بالذات وحقبة العهد العثماني أهملت لأسباب سياسية معروفة لجنابكم الكريم، لكن والآن طلاب دراسة العليا في الماجستير والدكتوراه يعني مهتمين جدا بهذا الخصوص، لكن لا يوجد لديهم مصادر متاحة. الآن إن شاء الله هذه البحوث وهذا المؤتمر يتمخض إن شاء الله بطباعة هذه البحوث وتطويرها أكثر إن شاء الله وإثراءها أكثر بالمعلومات، وتكون على شكل كتاب علمي أكاديمي رصين يقوم بعملية تأصيلية يكون مرجع للطلاب. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للمتداخلين على ما قدموه. حقيقة بعض الملاحظات من باب الاستكمال لا من باب الانتقاص والانتقاد. بحث الحركة العمرانية للتطورات في النظم العمرانية للأسواق للدكتور عماد، حقيقة يعني أنا أضم صوتي مع صوت الباحث والآخرين، ويعني هناك علاقة وثيقة بين العمران وبين العنوان، عنوان البحث أو عنوان المؤتمر. فالحركة العلمية والحركة الفكرية والعمران هو نوع من أنواع العلوم. فدكتور أحمد عواد يعني اعترض على ذلك، لا، موجودة العلاقة، موجودة وطيدة ومتلازمة. بالنسبة للأخ الدكتور باسل أكرم الناصري، الحركة العلمية في مدينة تكريت، هل تطرقت إلى أو تعرضت أو تناولت من مصدر بيوتات تكريت أو العلماء تكريت، موسوعة كتبت عن علماء تكريت؟ وكذلك الدكتور محي هلال السرحان، أستاذنا الدكتور محي هلال السرحان أيضا كتب عن علماء تكريت، وكان والده وعائلته أيضا معروفة في تكريت، هل تناولت هذه العائلة؟ شكرا جزيلا. أعبر عن سعادتي وسروري بالبحوث المقدمة الحمد لله من الباحثين الأفاضل، ولا شك كل أحد يؤخذ منه ويرد تعليقات وتعقيبات سريعة. البحث العمراني يدخل في الإطار الفكري لإطار المؤتمر الحركة العلمية والفكرية، أمر طبيعي مقبول، لكن يثير بعض التساؤلات. اشترك في هذا البحث 3 باحثين، يعني حدود كل باحث في هذا البحث قدر الإمكان تتضح يكون أفضل. والاشتراك في البحث الواحد يقتضي أن يكون كل من الباحثين المشتركين إذا كان أكثر من باحث في تخصص يختلف عن الآخر حتى يكمل، يعني الهندسي باختصاص، عمراني، حضاري، وهكذا يحسن. أنا كتبت بحثا عن الإعجاز العددي فأشركت باحثا متخصصا في الرياضيات لأنه عدد فلا أستطيع أن، فهذا الذي أحب أن أذكره. الفترة في العنوان غير مناسبة، الفترة الفتور، عصر ما قبل النبوة، الفترة الجاهلية، لا نطلق الفترة لغة
إلا لبعض المعاني الخاصة بها، لكن هنا لا نستطيع الازدهار، لا يسمى للعصر للحقبة وغير ذلك، عندك مفردات أخرى. الحقيقة البحث الآخر الذي أود أن أنبه إلى دراسة إسماعيل الفرج، حقيقة هذا إسماعيل الكبير يذكر برشيد العبيدي الكبير والصغير، والأمر المهم ما العلاقة بين هذا العلم وبين الذي سبقه أظن في التتابع عثمان الموصلي، خصوصا لهما أناشيد. ووردت كلمة رجال الدين، خروج أظنها غير مناسبة، علماء الدين أولى، رجال الدين في الأديان الأخرى. التعقيب الأخير بعلماء ديالة، حقيقة ديالة حواضر وليست حاضرة واحدة، كما ذكرت شهربان أو المقدادية، شهر فارسية بشهربان المدينة الظاهرة أو كذا، لكن المقدادية نسبة للمقداد، وبندنيج مندلي وخانقين وبهرز وأعلام من العصر الحاضر كما ذكر الحجي وغناوي الزهيري، أيضا كان من أعلامه، وقل ولا تقل الدكتور نعم. والمهم صفاء الدين الثاني، هل له علاقة بعبد الرحيم صفاء الدين الأول أو هو من أولاده؟ أنا أدركت صفاء الدين الأخير وصليت في مسجده سنوات طويلة، في مسجد الفاروق، و أسامة الذي تولى من بعده الإمامة أيضا نعرفه. فالحقيقة كان هذا العالم واعظا ومرشدا ودروسه محدودة، لكن ربما في مجال الفتوى والمؤلفات ما هو نجهله، وأنت حاولت توضيحه. أتمنى أن تنهض حركة أخرى بالعناية بالمدن العراقية الأخرى. أنا حضرت من مؤتمر في إربيل، في أربيل قبل أيام قليلة، كما أنه العناية موجودة في كردستان، العراق، أربيل والسلمة وغيرها، كل كانت قديما البصرة والكوفة وبغداد، الآن واسط أيضا كتب عنها، ممكن بعقوبة أميل لأن تكون بالتاء المربوطة وليست فيها عقوبة إن شاء الله، كما سياقا قياسا على المدن الأخرى. فكل مدينة لو تكون هناك عناية، قد تكون في الأوقاف المهمة فيها تقصير، لكن يجتهد الباحث في جمع هذه وتكون مؤتمرة. شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. الحقيقة عندي تعقيبان، الأول حول بحث الأخ عن عالم العلماء الموصل. علماء الموصل لهم موقف تاريخي من شيخنا الآلوسي رحمه الله تعالى، محمود شكر الآلوسي، فلما وشى به الوشاة قرر الحاكم نفيه إلى ديار بكر، وكان مروره بمدينة الموصل، فاعترضه علماء الموصل ومنعوا نفيه، وأرسلوا برسائل شديدة اللهجة إلى الحاكم، وأنكروا هذه الفرة وهذه الوشايات عليه، فعفى عنه السلطان بسبب رسائل علماء الموصل. ثم حاك الوشاة مؤامرة ثانية على الآلوسي وهو في الموصل، وحكم وانعقد له مجلس محاكمة في الموصل، ولكن العلماء وقفوا أيضا وقفة رجل واحد ودافعوا عنه وبرأوا ساحته، وأيضا صدر عفو آخر بشأن الآلوسي بفضل الله تبارك وتعالى وفضل علماء الموصل. وعاد شيخنا الآلوسي رحمه الله تعالى إلى بغداد، وخرج علماء الموصل معه أميالا يودعونه، بعد أن خرج علماء بغداد يستقبلونه أيضا أميالا. فهذا الموقف يشهد به لعلماء الموصل، وجزاهم الله عن شيخنا الآلوسي خير الجزاء. التعقيب الآخر عن حول كلمة الأخ، استوقفني توصيف تعجبت منه، تقول علماء الله، وتقول علماء الأبدان وعلماء العمران. هذا التفريق الحقيقة لا وجه له في الشرع، إذ أن علماء الشرع وعلماء الحياة كلهم هم علماء الله تعالى، يجمعهم حكم واحد ألا وهو فرض الكفاية. علماء الشريعة هم طلبهم للعلم على وجه الكفاية، وعلماء الحياة أيضا مطلوب شرعا على وجه الكفاية، فرض على الكفاية. إذا لم يكن هناك علماء فيزياء وكيمياء وهندسة وطب وذرة وفلك في الأمة، الأمة كلها تأثم. فهؤلاء العلماء لهم فضل بعد الله تبارك وتعالى الأمة، كما أن العلماء الشريعة فضل،
وقد يفوق عالم الحياة بدرجته عند الله تبارك وتعالى أفضل من عالم الشريعة، والحكم في ذلك هو تقواه وابتغاؤه وجه الله تبارك وتعالى، ابتغاؤه وجه الله تبارك وتعالى فيما قصد من هذه العلوم الشرعية. فكلهم علماء، العلماء كلهم إذا ابتغى وجه الله فهم أحباب الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إضاءات سريعة وملاحظات على مجمل البحوث للإفادة، بارك الله فيهم جميعا. بالنسبة لملاحظة الدكتور أحمد سلمان عن العصر الحديث، ويقول نتمنى أن تكون الدراسات عن العهد العثماني، أقول مسمى العصر الحديث في بلاد المشرق العربي وفي بلاد المغرب العربي ينطبق على تاريخ دخول العثمانيين إلى المشرق والمغرب، أو ما يسمى في الدراسات التاريخية الفتح العثماني لبلاد المشرق والمغرب. وبالمناسبة هذا المصطلح طبعا هو يؤرخ له 1516 ميلادية. هذا المصطلح مستخدم حتى في بعض الدراسات الغربية ولا سيما الدراسات الشرقية والروسية تحديدا، تقول الفتح العثماني. ممكن أن نقول السيطرة العثمانية، الدخول العثماني، دخول العثماني إلى بلاد المشرق والمغرب. فالعنوان العصر الحديث هذا متفق عليه عند الدارسين من المؤرخين والمصطلح منهم، يتعارفون على أن العصر الحديث هو تاريخ دخول العثمانيين، ثم يقسمونه على قسمين، التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر، ويختلفون في تسمية التاريخ المعاصر وتحديد زمنه، هل هو مع الحملة الفرنسية واحتلال مصر أم غير ذلك، وفيها خلاف طويل لا يذكر الآن. بالنسبة للدكتور جاسم الشمري أقول له كما قال الدكتور مجاهد، هي ليست عقوبة إن شاء الله، ويا حبذا سكنى دياله وغير دياله، ولكن بعقوبة الباء أصلية في الكلمة، وهذه لفظة آرامية مستخدمة في العراق وبلاد الشام، أي البلاد التي سرت فيها الثقافة الآرامية واللغة الآرامية. وبعقوبة هي بعقوبة بالألف، أي بيت يعقوب، مثل با جسرة اللي هي إحدى قرى المقدادية الآن، أو با صيدة اللي هي أبو صيدة الحالية، لما عربت إلى العربية أصبحت بعقوبة وأبو صيدة وغيره. ومثالها في لبنان طبعا مشهور بعلبك، أي بيت الرب. وهذه التسمية مبحث طريف في اللغة لا تدخل فيه، ولكن أقول له شبيه الآن في كل كلمة لمدينة عربية عراقية فيها لفظ أبو، مثل أبو الخصيب، أبو غريب على سبيل المثال، هي جاءت من هذا، نهر أبو غريب غريب، فما قالوا الغريب، قالوا أبو غريب. الخصيب نسبة إلى الخصيب، إلى شخص، قالوا أبو الخصيب. فهذا هو أصل الكلمة. بالنسبة لتاريخ علماء ديالة كما ذكر بعض الأخوة تاريخ طويل وعريض، وديالة هي بوابة الفتح الإسلامي، وسكنها كثير من علماء المسلمين، ومدنها من الشمال من السليمانية وحتى الوصول إلى واسط لم تحظى بدراسات علمية فهرسية تاريخية. وأنا أدعو، ولذلك كتب الدكتور جاسم جزا الله خيرا، وهناك بحث في إحدى الجلسات عن معجم علماء الأنبار في العصر الحديث، وهذا ينسحب، ندعو كل مدينة لم يكتب فيها إلى أن تنشط في ذلك. ملاحظة أخيرة فيما يتعلق بملاحظة الدكتور عبد المنعم جمع صالح، موضوع الدراسات المتعلقة بالعمران والبناء وصلتها بالفقه الإسلامي، أعتقد البحث أشار إلى الصلة، بل جعل أحد النقاط الأساسية هو الصلة بين أو توظيف بناة المدن للفقه الإسلامي واستخدامهم لكثير من القواعد الشرعية في ذلك. فقط ظلم هذا المبحث الفقهي، لم يشتهر كما اشتهرت على سبيل المثال كتب الأموال، كتب الخراج، كتب الحسبة، وإلا هناك كتب تسمى كتب الجدر وهي قليلة ولكنها مشهورة، كتاب الجدار للعالم الفلاني كذا، 4 أو 5 كتب فقط، أو الحيطان في المغرب العربي كذلك، تتحدث عن تجاور التداخل بين البيوت، حقوق كل ساكن في كل بيت، ثم توسع العلم ووصل إلى التخطيط العمراني وتخطيط المدن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. بالنسبة لما ذكره أخي الدكتور أحمد الكويسي حول العلاقة، أخي الكريم، العلاقة موجودة بين بحث الأخ الأستاذ مازن وبين المحور وبين المؤتمر، حيث هذه الجلسة هي تحت عنوان التاريخ ودراسات الحضارة والنظم والتراث الإسلامي، وهناك علاقة وطيدة بين العمران وأيضا بين التقدم الحضاري والفكري لكل مدينة، إضافة إلى أنه يعني يجب
هناك أنصار كثيرون للأستاذ مازن، فقد نصره أخي الدكتور عبد المنعم والدكتور سعد الجميلي والدكتور مجاهد، كلهم وقفوا معه يعني. نعم نعم صدقت صدقت. لا لا أكيد أكيد، وهذا هذا هذا ما أشار له أخي الدكتور المحي قندوز، قال قال إنه كل محور من هذه المحاور يحتاج أن يكون مؤتمرا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني هكذا. بالنسبة لأخي الدكتور مجاهد حول موضوع الفترة، نعم أنا أتفق معك في ذلك، ولكن أصبحت الآن اللغة الإعلامية تشير إلى هذا المصطلح أكثر من غيره، يعني إعلاميا عفوا، أما لغويا كلامك دقيق جدا. الآن أترك الفرصة للإخوة الباحثين للإجابة حول نعم اللي توجه له سؤال دكتور مازن، توجه له سؤال أستاذ مازن حول أنه كل باحث ماذا كانت وظيفته في هذا البحث المشترك الثلاثي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الحقيقة أشكر الأخوة المداخلين للبحوث، وبالتأكيد كل ملاحظاتهم حتى فيما يتعلق بالنقد هو نقد بناء، وإحنا نشكرهم عليه. بالنسبة للدكتور يحيى أغناني والأخوة عن مسألة أنه بحثنا تحت محور الندوة إذا رجعت الكراسة. الأمر الآخر بالنسبة للحقيقة التوجه دكتور مجاهد ذكر مسألة البحث، نعم الآن التوجه عندنا في الجامعة في جامعات العراقية ليس باتجاه البحث المنفرد حقيقة، التوجه الآن نحو البحث المشترك، هذه رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة للأستاذ ممتاز الديوتشي اللي هو الباحث الرئيسي تخصصه في التحسس النائي، ودكتور عماد هاني إسماعيل تخصصه في الحفاظ للمباني التاريخية، نعم، وأنا أخوكم الفقير تخصصي في الإسكان والتخطيط الحضري، فالحقيقة كل أحد من عندنا أخذ جانب فيما يخص تخصصه في البحث. الأمر الآخر بالنسبة للفقه الإسلامي في العمران مثل ما تفضل شيخ مثنى الدكتور مثنى، أضيف إلى ما ذكره هناك كتاب اسمه عمارة الأرض للأستاذ الدكتور علي أكبر، وكثير من الكتب الكبيرة يعني التي تناولت هذا الموضوع، موضوع أنه كيف بني العمران على أسس فقهية مستمدة من الدين الإسلامي، فالحقيقة هو ليس موضوع المؤتمر يعني، فلكن أخذنا جانب يخص مدينة الموصل في هذا الوقت وفي الفترة الزمنية اللي حددتها الفترة. أظن هذه هي أكثر النقاط التي أثيرت. شكراً. عفواً حول السائل حول الأستاذ الدكتور محي هلال السرحان. نعم طبعاً كل علماء الموجودين ذكرتهم ومنهم الدكتور محي هلال السرحان، وهي عائلة طبعاً برز منهم الدكتور محي هلال السرحان في علم التراث، والدكتور خالد هلال السرحان أخوه كان ماجستير في المساحة وقد درسني في كلية الهندسة رحمة الله عليه. وعندي مداخلة حول علاقة حول علاقة العلماء علماء تكريت مع الدولة العلية العثمانية كما يسميها شيخي الدكتور عبد الله مصطفى النقشبندي، يقول الدولة العلية العثمانية علاقتهم كانت اتصال، منها ما حدث مع الملا ياسين رحمة الله عليه، ملا ضرير كان هو وجد والدتي، رأى رؤية السلطان عبد الحميد، رأى رؤية أنها عقارب تلدغ قدمه، عقارب تلدغ فراد تفسير لهذه الرؤية، بحثوا عن مفسر وكان جد والدتي الملا ياسين الضرير مفسرا للرؤى، فأخذ الملا ياسين إلى بغداد وتكلم مع السلطان مولانا السلطان وفسر له الرؤية، قال مولانا ابحث في نعلك، فسخ نعلك، ابحث في نعلك، أكو شيء في نعلك. لما فسخ نعله وجد صانع النعل وضع فيه آيات قرآنية في النعل، ولذلك كرمه هو سلطان عبد الحميد بأن يرسله إلى الأزهر الشريف، وهو أول عالم من علماء تكريت يكرم من مولانا سلطان عبد الحميد بأن يذهب إلى الأزهر الشريف. وشكرا. نعم طبعا أشكر الأخ الشيخ عبد المنعم، هو من عائلة كريمة وعلمية في جلولاء، ولا يفوتني هنا إلا أن أذكر شهيد الهيئة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الكريم جمعة رحمه الله، مسؤول فرع الهيئة في جلولاء، الذي اغتالته
أيادي شريرة في ديانة. وكذلك يذكر هنا الشيخ حسن ملا علي رحمه الله، يعني أيضا كان مسؤول الهيئة في ديالة سابقا وأيضا عضو مجلس الشورى. والملاحظة اللي ذكرها أخويا يعني حقيقة أنا أتفق معه، لكن البحث كان عن علماء ديالة من العلماء الشرعيين الذين شهد لهم بقية العلماء بالفضل والعلم، هذا كان يعني الموضوع بالتحديد. لا، هو سؤال أخي دكتور عبد المنعم، هل بحثك متخصص فقط بعلماء؟ نعم فقط علماء اللغة، علماء الشريعة فقط من علماء ديالة. بالنسبة للأستاذ مجاهد، أنا أعتقد أن العلاقة بينهما أنهم كلاهما ولد في بغداد، وأيضا كلاهما من الطريقة النقشبندية فقط، هذه العلاقة التي تربطهم. نعم. أما بالنسبة لتعقيب أخي الأستاذ دكتور مثنى، أنا قرأت سابقا، كتبت بحثا عن ديالة، أن ديالة كانت في زمن من الأزمان منفى، الذي يعاقب ينفى إلى ديالة. فربما، وهذا كلام طبعا، هي ذكر البيت الشعري من باب يعني حبي لديالة فقط لا أكثر ولا أقل، وبالتالي ربما قيل هذا البيت الشعري من هذا الباب. وإلا فإن والله مدينة ديالة هي مدينة الكرم والطيبة والبرتقال والجمال والقداح، وكل يعني الخير والجمال موجود في ديالة، وفوق ذلك العلم والتقوى الموجودة لدى نسبة ليست قليلة من أهلنا في ديالة. وشكرا لكم. شكرا، شكرا جزيلا. بخاتمة أخي الدكتور جاسم وحديثي عن الفواكه وغيرها، نختتم هذه الجلسة وأشكر الباحثين جميعا على ما قدموه من بحوث، وأشكر الأخوة جميعا على حسن استماعهم وحسن حضورهم ومداخلاتهم، وكل ما قدمتوه هو أغناء لهذا المؤتمر، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.